أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات، حصتكم اليومية راب نيوز راها بدات. من مور الهضرة اللي هدرناها البارح، واش يدير الجون باش يولي ناجح؟ لا بليبار يخمو في الحرقة، قالك الفولفويات في بلادي غلاو المرقة، قالك الغربة راها هنا ماشي لهيه، قالك عندي حلم كبير وراني نتبع فيه. عندهم الصح ولا راهم غالطين؟ زعما فاقوا ولا راهم غافلين؟ المهم راها معانا سي بوسطيلة، كيما عودناكم راب نيوز الهضرة قليلة. ولاد الحومة راحوا، قالك باغي نعيشوا ليه؟ هنا من الهم سنينا طاحوا، الوقت يفوت وإحنا نفوتوا فيه. راحوا 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 راحوا، ولاد الحومة صاي راحوا. ما نوليش إذا رحت، ما نوليش باغي نعيش، بلادي ما خرجتنيش. راه معانا اليوم واحد من الشبيبة، راه معول باش يروح صيبو وجد الحقيبة، ماشي غريبة هاد الطايرة مصيبة، علاش وكيفاش باغي تروح على بالك صعيبة. ونكسيوم التنت الخيط كونفيرميت مع الجيد، دراهمي كاش سي بون لو ديبار بلو فيت سي بون، ودعت لبلاد لميما ولاد الحومة، الي سون روتور الميريا ولا روما، نطلع في السومة نغلى ونولي بارمي لي ريش، ليه في الغربة بالتاويل ان شاء الله هنعيش، ندير اللي في راسي ندير ونضمن لافونير، نهرب من لا ميزير حياتي لقنت تفوكير. احلفت مروندي ما كان في جيبي سولدي، ما نقعد هنا ونولي تيرو ولا بوندي، مور البحر نقعد وحداني جوسي مكان حبيب، نروح وما نوليش باسكو في بلادي عشت غريب. راني وليت اعزائي كان معانا مثال، غادي نبدل المراح نشطرح هكا جدي قال، هذا هو التبرير تاع الجون كي تسقسيه، هنا ما قيمونيش دونك نروح نعيش لهيه. عايشين في الغربة في البلاد هذا راي الشباب، في بلاد الروم بلا ما نطبطب دوك ينحل الباب، كيما عش العنكبوت مشبكة دي القضية، نروحوا للبروفيسور باش نفهموا الإشكالية. أسبابها متعددة على حساب الدراسات، وتبقى دايما سائدة من الجنوب للشمال، وعند الشريحة الشبابية تبقى سر النجاح، الهروب من الانغلاق لنوع من الانفتاح. في التصور الجماعي الهجرة عندها خلفيات، من ناحية الفرص التاريخ ولا الأفاق، من جهة الخدمات ولا الفتنة بالفتيات، ولا فرص عمل أحسن بلا ما نحكو حكايات. لدتها الحرب الداته واللي داها الحب الداه، لدتها القنطة الشاف اللي ما يتشرى بالمال، واللي وصلوا من القوين قاعد في بلاد على التماس، هرب من الديب طح في غارة ما كفاش دعاء السماء. العدالة الاجتماعية تبقى الدافع الأساس، ما لازمش نظلم اللي راح ويكون موقف انتهاز، مشي قاع لي هجروا نشحوا، مشي قاع لي نشحوا هجروا، كاين نوع من الالتباس وهذا لازم قاع نفهم. شكرا ليك بروفيسور على هذا التفسير، مين مازال باقي لي فراسي سؤال صغير، الحراقة ماغريتو مواطنين، اسكو عندهم قانون يحميهم كجزائريين؟ شفنا باللي في بلادنا ما كاش ملاجئ، في بلادنا لانت حراق قارع الموت المفاجئ، علاش رد عليا وين راها الإنسانية؟ انت يا كم مسؤول جاوبني على الإشكالية. اي هبلتوني بالحراقة، هما راحوا على خاطرش ما بقاتش البركة، راك باغين يديروا قانون يحميهم هنا والعيه، ماشي هو يروح في بوطي وراك باغيني نحصل فيه. الله يسهل هما بغاو يروحوا، انا ما تدخلنيش، كل واحد مسؤول عروحه. مشكل كبير والمصيبة راها في الحلول، مازال ما فهمناش الإشكالية وشكون المسؤول، أيادي داخلية أيادي خارجية، شبيبة تموت كل يوم بنصاف الألميرية. أعزائي المشاهدين اليوم معانا شخصية معروفة ومشهورة في الساحة السياسية، ساركوزي ساركازم من بكري سياسي زادم، عقابكم يا إيميغري هذا أمر لازم وعازم، بحياة جيجي نشويكم بالنار،
اكثر من البودا صبره وجايه داك النهار دو فاصون ما نستعرفش بالعرب وكان حريه المعتقد وزيد لها الاسلام انا غايس البلاد في الانتخابات الجايه كاينه سوربريز راح نخبها للجاليه حاجه باينه حتكون الجاليه الجزائريه اول مشكل في فرنسا واول ضحيه الجيري الجيريان ولا فرنس فرانساز كل واحد في طريق خلينا نعيشو علاز سور لا تيت دو ما شيري كلا غنمغدكم بالضرب ندير لكم الرعب نجريكم عجل الكوار في كتاب كل شيء ندير عجلك يا فرنسا نقضي على الاوباش من ناس جزائريين وتوانسه لا ما ننسى السوريين وحكايه اللجوء vengeance silencieuse نقتل في هدوء هذا الدم البارد بالعربيه sans froid اليهوديه في راسين وبين عينيه لا كخوا حقي كمواطن فرنسي ويجبني النيف على الهويه اللي رايحه تروح في مهب الريح بسبب الاختلاط والاجناس المعفنه لا مسكين لا ريفيجي واحد ما عاد يشفنا لو بروغرام الكتورال بروشينمون فيه نوفو نطيبكم كي الباربيكيو تي فوا فوار تشوفو تافي الحلوف مصباح هو ينوح بولوني كريتيا الشعب حابينا يروح قلبي مجروح حاب نروح ربي معانا مش معاك درتي الباطل كاسكوتا واش بيه اسمك اعزائي المشاهدين كان معانا مغترب غيب الدارجه مسكين باغي يحكي كيف العرب العجب اللي يسرى كون شي كولا سيركو يحكم الامر ضد المهاجرين سوري سانتا يحسن وكي تتحتم الرجعة للبلاد خير وأضمن بأقل الخسائر خويا لهنا بالك أهون والآن أعزائي نروحوا لركن الشكايات كيما عودناكم ديما نحكو حكايات نقي مفيري اللي في حرض كيون كان خلوي انت رتسيوي وقصر ديني نحمل لنستالي انت خلا دور انت دصر دي السينما وحن دي باسي انا حمل مضيقة ذا خطر دي كيلة الوقت تنزي طاير تصفحي دنوسا ذا انت عدي لا شورني كفريد نقضات المكلة وقيلة نقلات كل شي ورنتو وما ذكرا ودنتو غال ارتاكي افريد دي ظلمة تذكرا غير ارواحك ذولي نروح من نقض سمكان نسرس القضية نستعفى الدماغ دقارون دخان الزيغ بريكي يكفى مذكلي ويجي جات بوخا موثي ديكوار ولا ثلاثة فانا غي تكرا اللي جان سقساق ثنوس عينا راه غير انا شالو تروى ما شوكا صحاب الحراقة انا ياسنا ندو يدونا نشعل ما نوضر دينا غباك ياتن كيف يدو الناس نقي ممزون ذا الرحمن نركب نروح ندايس انا لمي نقوذر دينا والان في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي عقله رامبوشي واللي قلبه راهن توشي تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع لي سنتيمون لي فيكون في الرقم مرتاح سيدتي غادي لايم كابتيا باغي نحرك في بوطي اللي هنا بني حياتي هنا كتلوني بالعين عدياني وارينا ويا ما كي دايرين بسلامتهم لهيين ارجع 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 مازيش نضيع وقتي غادي لايم كابتي نروح ندبر على روحي هنا يا طاحت صاحتي وجيبوا لي قيد مليح وباغي نشوف اسبانيا كي تلقوا خوان كارلوس وقولوا له راني جاي 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 روح هنا بروحك راح تمنك الله يجيب لك ضربة في راسك تتفلق كاتني بالهم والميزيرية والشكايات ما تعرف تهضر ما تحكي لي حكايات راك حاسب كي تروح غادي يلاقوا لك بالورد لا ما كتلكش الجوع غادي يكون لك البرد روح طريق السد اللي تدي ما ترد انت خدر وكنشوف ولا تقد من الحب والعشق ونخبطها على جالك عمري نروحوا للركن اللي نتفكر فيه صغري مع ذكورة ذكرى الأمورة ورسالة سلام لكل أطفال المعمورة السلام أصدقائي نبدأ الكلام رسالة اليوم عندها يام فيها موضوع جد هام تقول لنا فيها دموعي ما قدرتش نخبيها حكايتي ليكم راح نحكيها خويا حرق وراح لهيه كان يلعبني يديني نشري شنبغي توحشته وراني ليه ندعي ان شاء الله ربي يهديه ماما تبكي بويا ما القلم من يشكي وانا لكم راني نحكي نتمنى صوتي يوصل ليه
أعزائي المشاهدين معكم مخفي كنكم راه يكلم فيكم بلاطو تعرف النيوز واه وصلنا للنهاية وهذه غير البداية بقوكم على خير ونتلاقوا في الحصة الجاية ما تنساوش باش ترسلوا انطباعاتكم على راب نيوز واه @gmail.com أيا وتشاو بيس لوف ليكم مجمعين فازي يا مدام نودي غسلي لما عين